رجلان يرميان أسد جبل عالق بسهم نشاب. فيديو لأسد جبل عالق على شجرة ضاقت فيه السبل بعد أن حصرته كلاب الصيد التي تكالبت عليه. ومن ثم يقوم رجل لم نعرف اسمه بضرب الأسد بسهم نشاب. ليس لدينا أي فكرة عن الذنب الذي اقترفه هذا الحيوان الجميل ليتم قتله بهذا الشكل القاسي. He's dying. I think he's dead. فما رأيكم يا سادة؟